الرئيس السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية في مشروع أنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية. المبعوث الأممي إلى اليمن يؤكد من الحديدة ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين أطراف الأزمة. كازاخستان تؤكد إجراء جولة جديدة من مفاوضات أستانا حول سوريا الأربعاء المقبل. الخامسة فجرا بتوقيت القاهرة، هذا موجز لأهم الأنباء يأتيكم من إكسترا نيوز. أسعدتم أوقاتا. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات الأعمال في مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية. كما تفقد الرئيس السيسي المراحل الإنشائية بالعاصمة الإدارية بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح والحي الحكومي. وأشاد الرئيس خلال جولته بحجم الإنجاز الإنشائي الذي تم بمعدل زمني قياسي في مختلف المشروعات الجديدة. قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إنه تم الاتفاق على انخراط الأمم المتحدة بشكل عاجل في مفاوضات مع الأطراف اليمنية للقيام بدور رئيسي بميناء الحديدة. وأكد جريفيث في بيان عقب وصوله الحديدة أن إشراف الأمم المتحدة على إدارة الميناء سيحافظ على خط الإمداد الإنساني الرئيسي للشعب اليمني، مرحبا بدعوات وقف القتال والتهدئة في المدينة. قال وزير الخارجية الكازاخي خيرت عبد الرحمنوف إن جولة المفاوضات 11 من مشاورات أستانا بشأن التسوية السلمية في سوريا ستعقد كما هو مخطط لها يومي 28 و29 من هذا الشهر. وأكد عبد الرحمنوف مواصلة تعزيز وقف الأعمال القتالية واحترام الهدنة، مشيرا إلى أن فريق العمل المعني بتبادل السجناء سيعقد اجتماعا على هامش جولة أستانا. أعلنت قيادة أركان الجيش الفرنسي مقتل 30 عنصرا من العناصر الإرهابية خلال عملية عسكرية في وسط مالي. وذكر بيان لقيادة الأركان أن العملية جرت في منطقة موبتي وتم خلالها استخدام وسائل جوية عدة من ضمنها طائرات من طراز ميراج 2000 وطائرات من دون طيار من نوع ريبر. ورجح البيان مقتل حمدون كوفا القيادي في كتيبة ماسينا الإرهابية. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن قوافل المهاجرين المتجهين من دول أمريكا الوسطى صوب بلاده لن يتم السماح لأفرادها بدخول البلاد. وقال بومبيو في بيان له إن هناك مخاطر حقيقية قد يتعرض لها المهاجرون تهدد أمنهم وحقوقهم الإنسانية. وقد وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم منح سمات دخول أو حق اللجوء للمهاجرين في حال اقترابهم من نقاط دخول رسمية في بلاده. حالت تحفظات إسبانيا بشأن صخرة جبل طارق دون تمكن الاتحاد الأوروبي من التغلب على العقبة الأخيرة أمام توقيع اتفاق البريكزيت. وقالت متحدثة باسم الحكومة الإسبانية إن مدريد لم تحصل حتى الآن على تطمينات بأن أي قرارات مستقبلية بشأن جبل طارق ستتخذ بالتنسيق مع الحكومة، مشيرة إلى أن القمة الأوروبية المقررة يوم غد الأحد قد يتم إلغاؤها. هذا ويسعى مفوضون من إسبانيا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية إلى التوصل إلى اتفاق قبل قمة الأحد المقبل. انتهى الموجز. دوما مزيد من التفاصيل من خلال موقعنا الإلكتروني extranews.tv. في أمان الله.